السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة للجميع. معكم عبد الرحيم مراري، كاتب عام جوي وكذلك مهني. كيف ما كتشوفوا عند الحالة اللي شفنا ندى السائق المهني اللي تأنته المالية يعني في السيارة ديالو، بعد ما كيتسنى الدور ديالو كباقي الزملاء ديالو يعني في المحطة ديالو، توجه للخلف الكوسا الخلف وتوفى مسكين في عين المكان قدام الزملاء ديالو. وهاد القضية أثرت فينا بزاف وأثرت كذلك في المهنيين الزملاء ديالو. صراحة موت مفاجئ لهذا السائق المهني اللي صراحة سائق المهني اللي كيعاني في صمت نظر الظروف الاجتماعية وكذلك يعني الحماية الاجتماعية كذلك، اللي باقي تقريبا 70% 65% باقا ما عندهمش الحماية الاجتماعية، وهذا شيء يعني مؤسف بالنسبة للمهنيين. كاش ما كتشوفوا هذا المهني اللي عنده أمراض مزمنة وكذلك يعني كيعاني من أمراض، لقينا الدواء ديالو معاه ولقينا كذلك التحاليل ديالو معاه كلشي معاه. إذن هذه المسألة هذه كنشوفها باستمرار، كتكرر باستمرار عدة المحطات ديال سيت أوزرا سانف لونسانف الثاني اللي كيموتوا في السيارات ديالهم نظرا للضغوطات نظرا للأمور الاجتماعية اللي كنشوفها. وكنتمنى أن يتحسن الوضعية ديال السائق المهني، لا في المعيشة ديالو ولا في الظروف ديالو الاجتماعية ولا في الظروف الصحية كذلك، أن تكون عنده واحد التغطية صحية شاملة اللي كيدير واحد الخدمة اجتماعية بطبيعة الحال، خدمة متعبة جدا. وكذلك يعني خصنا نلتفتوا وتكون عندنا واحد الالتفاته حقيقيه لهاد المهنيين وهاد الشريحه من المهنيين. شكرا للجميع. هذا السيد كان من اطيب الخلق الناس، متواضع كيقوم بالعمل ديالو، خدام على وليداتو كما كنقولوا الله يعمرها دار. ولكن دابا المشكله ديال هذا القطاع هو اللي اثر عليه اكثر، لانه السيد كان مريض ولكن مع الضغوطات وغلاء المعيشه وزيد مشكل الغازوال وزيد لا روسيت، روسيطه ولات 350 درهم 300 درهم، باش تعرف بان كاع الضغط اللي عنده هو دابا باش عواد يمشي يرتاح في واحد المقهى، ارتاح خلف السياره باش يشرب الدواء ديالو. سعموا الأمانة دا أمانته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خويا واش هادشي كنحملوا المسؤولية للحكومة، لأن الحكومة ما بغات دير معنا والو في هاد القطاع غير مهيكل وغادي يبقى ديما غير مهيكل إلا ما تاخذتش واحد الإجراءات لازمة. واش دابا الإنسان كيدير 60 عام ديال المهنة وكيخرج لا شيء، صفر درهم، غيخرج غادي يتوفى، شكون هاد الوليدات شكون غيهزهم؟ لا روتريل، لا ابسط اشياء، ابسط حقوق ما عندناش. حنا مضاربين مع الروسيطه والغازوار، الروسيطه غازوار، الزمن هنا ديما المهم ديما خاصنا بصفه عامه، عايش بالضغوطات. دابا هاد السيد راه ما كانش عنده الضغوطات بحال شنو نقول هاد الكلمه كون مازال عايش، ولكن دابا الضغوطات زربت الموت ديالو. انتم شفتوا دابا الحاله ديالو كي دايره، داك الشيء مسكين، طونسيون، السكر، هاد الشيء من نجا، جا من الضغوطات. كون كان هو عايش هاني ومرتاح، ودابا كاين دابا عندنا السائق اللي كيخدم 7 أيام على 7 أيام، لأنه ما يقدرش يريح، إلا ريح نهار ولا يومين خصو يتسلف، ما عندناش كونجي، ما حنا ما كنعرفوش شنو هو الصيف، شنو هو الخريف، شنو هو، ديما حنا خدامين، واللهم إنا درا منكر، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.